محتجون عراقيون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء وسط بغداد، والسلطات تعلن فرض حظر للتجوال. مصر تؤكد العثور على أشلاء لركاب طائرتها المنكوبة، وتعلن توسيع نطاق البحث عن الحطام إلى مساحة 64 كيلومتراً. معارك عنيفة بين قوات النظام وكتائب المعارضة في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، والثوار يتقدمون شمال غربي درعا. البنتاغون يرفض عرض موسكو شن ضربات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة ضد ما وصفتها بأهداف إرهابية في سوريا. بنيامين نتنياهو يقول إن استقالة موشي يعلون من منصب وزير الدفاع جاءت بعد رفضه قرارا بتغيير وزاري يشمل توليه حقيبة الخارجية. السفيران الأمريكي والبريطاني يحذران وفدي الحكومة والميليشيات إلى محادثات الكويت من مخاطر انهيار وشيك للاقتصاد اليمني.